المجموعة التاسعة طلائق مواليد بين 2017 حتى 2019، ويصحبهم مسؤول الساحة دكتور محمد محسن من جمهورية مصر العرب. So we started the first day and second day, and we are in the final day, left with two classes for stallions, starting now with class number 9 for stallions, which were born between 2017-2019. Let's welcome the competing stallions. رحب بالطلائق المتنافسة. Good luck.
أيضا استقبلنا الطلائق في الفئة أو المجموعة التاسعة، نودعها الآن ونعود ونستقبل كل فحل على حدة. بالتوفيق إن شاء الله لكل الطلائق وللعارضين والملاك بالضبط. So handlers, all the best إن شاء الله. In this class, class number 9, stallions, first group of stallions, we're ready now to start with the first stallion to go. نستقبل الفحل الأول. Good luck to you all. إذن أول المتنافسين من بين الفحول في المجموعة التاسعة هو الفحل الموجود الآن في الميدان، يحمل رقم 170 بنفس طريقة تقييم الأفراس والأمهر وكذلك المهرات منذ بداية هذا المهرجان بفئات التقييم المختلفة. And so we have in the arena now the first stallion, stallion number 170. Out of those competing stallions in the first group of stallions, it's class number 9. Thank you, stallion number 170. Next, please. ثاني المتنافسين أمام الحكام الفحل رقم 171 ولحظات لنتابع نتيجة أول فحول مع دارين. يبدو إذن استبعاد للعرج. Unfortunately
elimination for the stallion. It's a lame stallion. So we can have the next piece. تابع مع الفحل اللي بعده. Thank you, 172. Can we have the next stallion? تابع الفحل اللي بعد. زميلنا المصور اوكي؟ سلامات، الحمد لله على السلامة. سيداتي وسادتي، مع أول نتائج الفحل مع نتيجة الفحل رقم 170، حسن شاه، الأب رعد، الأم سبل، والمربي محطة الزهراء، المالك السيد علي رشدي علي. مع نتيجة الهوية العربية 18.5 مرتين، 19 18.5 مرتين، 19 18.5. جمال الرأس والعنق 18.5 18.5، 19 18.5 مرتين، 19 18. الجسم 17.5
عند 6 حكام وآخر حكم 18. القوائم 15.5 15 خمس مرات 15.5 والحركة 19 عند 5 حكام 18.5 19 بإجمالي 88.80 درجة في المركز الأول حتى الآن. So ladies and gentlemen, the first result for the first tally, number 170, Husn Shah, sired by Raad, out of Subul. The breeder is Al Zahra Stud. The owner is Mr. Ali Rushdie Ali. Is 88.80 with all the details on the screen. Thank you, stallion number 173. We're ready for the next. Next stallion, please. ومع نتيجة أخرى سيداتي وسادتي، معنا نتيجة الفح رقم 172 معز إيجا. الأب معز قاهرة والأم نواعم الشروق، المربي إيجا والمالك الميراج أريبينز. مع الهواء العربية 19 مرتين 19.5 19 19.5 19 19.5. جمال الرأس والعنق 19 عند 5 حكام 19.5 مرتين. الجسم 18 عند 5 حكام 17.5 18.5. القوائم 15.5 15 مرتين 14.5 15 مرتين 14.5. مع الحركة 20 19 19.5 مرتين 19 19.5 20. بأعلى نقاط حتى الآن 90.70 في المركز الأول حتى الآن. Ladies and gentlemen, in the first place so far with total of 90.70, Muaz Iga with all the details on the screen. Thank you. Ready for the next stallion, please.
للأسف تم استبعاد هذا الفحل للعرب. Unfortunately, this stallion was eliminating for the name. Ready for the next? وبعد استقبالنا لهذا الفحل سيداتي وسادتي، معنا نتيجة الفحل رقم 173، هيمان الفرزدق، الأب مدين النقيب والأم همسة همام، المربي والمالك مزرعة الفرزدق. مع الهواء العربية 19 ثلاث مرات، 18.5 19 مرتين 18.5، الرأس والعنق 19 مرتين 18.5 19 مرتين 18.5 18، الجسم 17.5 عند جميع الحكام، القوائم 15.5 مرتين 15 4 مرات 15.5، الحركة 18.5 19 18.5 18 18.5 18 مرتين بإجمالي 88.70 في المركز الثالث حتى الآن. Ladies and gentlemen, stallion number 173, Hayman El Farazdak, with total of 88.70 in the third place so far. Thank you. We're ready for the next. جاءت درجات
الفحل رقم 174 تمام هوازن للأب تميم البيداء والأم كريمة الريان مصر المربي والمالك هوازن. الهوية العربية 18.5-19.18.5 باقي الحكام 19. الرأس ورقبة 3 مرات 19.18.5-19.18.5-18.5. الجسم 17.5-3 حكام 18-18-17.5-17.5. القوائم 15.5-15.5-15 باقي الحكام 15.5. الحركة 18.5-19.18.5-19.18.5 بإجمالي نقاط 89.60. Ladies and gentlemen, as you can see on the screen, we have all the details results of stallion one number 174, Tamam al-Hawzan, sired by Tamim al-Baida, out of Karimat al-Rayan Misr, sired and owned by Hawzan, with total points of 89.60 in the second place so far. ومعنا نتيجة أخرى سيداتي وسادتي، نتيجة الفحل رقم 176 عز الدين عمر، الأب أسد عمر، الأم مصر النيل عمر، المربي والمالك عمر، مع نتيجة الهوية العربية 19.3 مرات 18.5-19 مرتين 18.5. جمال الرأس والعنق 19.18.5-19 مرتين 18.5 مرتين 18. الجسم 18-17-17.5 مرتين 18-17.5 مرتين. القوائم 16-15-14.5-15 مرتين 14.5-15. وأخيرا مع الحركة 19.5 مرتين 18.5 مرتين 19-18.5-19 بإجمالي 89 في المركز الثالث حتى الآن. Ladies and gentlemen, on the screen all the details of عز الدين عمر with total of 89 points in the third place so far. Thank you. Next stallion, please.
جاءت نتائج الفحل رقم 177 قيس الشيتي للأب أموري رباب والأم تمارا جودة المربي والمالك الشيتي. الهوية العربية 19-19-19-19-19-19-19-19. الرأس ورقبة 19-19-19-19-19-19-19-19. الجسم 5 مرات 18-17-17-17. القوائم 15.5-15.15-15.5-15.5. الحركة 17.5-18.18-18.18 بإجمالي نقاط 89.70. So total result for stallion number 177 is 89.17. Next stallion please. ومع نتيجة أخرى، نتيجة الفحل رقم 178 فزاري حورس، الأب غزال عادل والأم بشرى حميدة، المربي حورس والمالك النقيب مصر. مع نتيجة الهوية العربية 18.5-18.5-19 4 مرات، وآخر حكم 19. جمال الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 18.5 19 19 18.5. الجسم 17.5 أربع حكام 18 17 18. القوائم 15.5 15 5 مرات 15.5 آخر حكم. ومع الحركة 19.5 عند جميع الحكام بإجمالي 89.80 في المركز الثاني حتى الآن. Ladies and gentlemen, in the second place so far with total of 89.80 points, stallion number 178 فزاري حورس. Thank you for this stallion. Next stallion, please. This program is offered by there.
جاءت درجات الفحل رقم 179 غزال الوافي للأب عندليب البيداء والأم عائشة الوافي المربي الوافي والمالك بشان. الهوية العربية 3 مرات 19 19 ونص 19 19 19 ونص. الرأس ورقبة 19 19 19 ونص 3 مرات 19 19 ونص. الجسم 18 18 17 ونص 18 18 17 ونص. القوائم 15 15 15 ونص 16 15 ونص 15 15. الحركة 19 ونص 19 19 19 ونص 19 ونص 19 19. بإجمالي نقاط 90.40. Total result for stallion number 179 is 90.40. This program is offered by سيداتي وسادتي مع آخر نتيجة فحل لهذه الفئة، الفحل رقم 180 تمام الوافي، الأب أجمل تميم والأم تباشير الوافي، المربي الوافي والمالك درة. مع الهوية العربية 19.5 مرتين 19 19 19 19 ونص 19. جمال الرأس والعنق 19 ونص 19 4 مرات 19 ونص 19. الجسم 18 عند جميع الحكام. القوائم 15 16 15 مرتين 15 ونص 3 مرات. الحركات 19 ونص 20 18 ونص مرتين 19 19 ونص مرتين. وفي الصدارة حتى الآن بإجمالي 90.80. Ladies and gentlemen, in the first place so far with total of 90.80 points, stallion number 180, Tamam Elwafi, with all the details on the screen. والآن مع نتائج الخمس فحول الفائزين. حل في المركز الأول الفحل رقم 180 تمام الوافي. حل في المركز الثاني الفحل رقم 172 معز إيجا. حل في المركز الثالث الفحل رقم 179 غزال الوافي. حل في المركز الرابع الفحل رقم 178 فزاري حورس. حل في المركز الخامس الفحل رقم 177 قيس الشيتي. ألف مبروك لكل الفائزين.
Ladies and gentlemen, congratulations to our top 5 stallions. In the first place, stallion won number 180, Tamam Elwafi. In the second place, stallion number 172, Muaz Iga. In the third place, stallion number 179, Ghazal Elwafi. In the fourth place, stallion number 178, Fazari Huras. And in the fifth place, stallion number 177, Qais Shiati. Ladies and gentlemen, can we have the winners of this class? Stallion number 180, 172, 179, 178, 177. على عارضين الفحور رقم 180, 172, 179, 178, 177 الحضور لساحة العرض. ألف مبروك للفائزين. سيقدم جوائز هذه الفئة السيد سالم بن لادن مزرعة رباب. سيقدم جوائز هذه الفئة السيد سالم بن لادن مزرعة رباب. ألف مبروك لكل الفائزين. ألف مبروك للمركز الخامس. الفحل رقم 177 قيس الشياتي للأب أموري رباب والأم تمارة جودة المربي والمالك الشياتي. Congratulations to the fifth place, the stallion number 177 قيس الشياتي. ألف مبروك للمركز الرابع. الفحل رقم 178 فزاري حورس للأب غزال عادل والأم بشرى حميدة المربي حورس والمالك النقيب مصر. Congratulations to stallion number 178 for winning the fourth place, فزاري حورس, with total of 89.80. ألف مبروك للمركز الثالث. الفحل رقم 179 غزال الوافي للأب عندليب البيداء والأم عائشة الوافي المربي الوافي والمالك بشان. Congratulations stallion number 179 غزال الوافي for winning the third place. ألف مبروك للفحل رقم 172 معز إيجا للأب معز القاهرة والأم نواعم الشروق المربي إيجا المالك الميراج ريبينز.
Second place, ladies and gentlemen, goes to stallion number 172, Muaz Iga. ألف مبروك للفحل رقم 180 المركز الأول. تمام الوافي للأب أجمل تمين والأم تبشير الوافي المربي الوافي والمالك الدرة. Congratulations to first place winner stallion number 180 تمام الوافي with total of 90.80 points. ألف مبروك لكل الفائزين. Congratulations to all the winners and good luck. ألف مبروك للجميع. يرجى إخلاء ساحة العرض. نرحب بالجميع أعزائي ونسعد لآخر الفئات وهي فئة الطلائق والفحول في الفئة العاشرة في آخر أيام بطولة مراسم 2023 في مزرعة رباب، بطولة رباب لجمال الخيل العربية. لحظات ونتابع مع هذه الفئة ونرجو من مسؤول الساحة دكتور محمد محسن من جمهورية مصر العربية وحكام الفئة العاشرة سيكونون من فرنسا السيدة فاية، في الموقع سي السيد حسن مناعي من قطر، في الموقع دي السيدة جانيت كورت من بريطانيا، في الموقع اي من بولندا السيد جورجي بيالو.